عندكش الكمامة هذه؟ ما جبتش معاك كمامة يا ولد؟ دارت طيحتها في الطريق. تفوت عند الطبيب ولا وش حد دير؟ ارتاش من الطبيب تاع الضروس بلقش ما يعطينا كاشي ولا يعطينا حاجة. صافي عندك الضرسة؟ ها واجهين الفم كاع واجه. ومال في تجي هنا ولا هذه الخطرة الأولى؟ بير خادم جيت ذاك النهار وجيت يا راني نهتا كاع. وراهم قايمين بكم هنا شوية؟ الحمد لله رب العالمين، رانا احنا في احنا نروح مع بعضنا بعض، ربي يرحمنا ان شاء الله. عطالك الدواء تاع الصبر والحاجة علاش الصبر؟ حاجة باردة الضرب هذه مليحة. الله يحفظك. الحمد لله قلت لك وكان ما شيء سبحان الله، وكان هكذا كنت رحت فيها كاع اون بليس مزيت ربي ما عندي سمر السكر. غراتوي غراتوي اه وكاش ما كان والو سي محمد، ويكثر خيرهم ويرحم والديهم. الحق كي نجي لهنايا ما شاء الله يرحبوا بيا كما يلزم الحال، كي شغل موالفي يعرفوني وقاعيتيك نورمال، ما نجوز كي شغل راني في ما شاء الله. والمعامله تاع الاطباء كيف كيف مام هما ما شاء الله الحق يعاملونا تري بيان. المريض العادي نقص خوفا، بانت لي بلي باسكو خافوا من الكوفيد ومن لي كونتاميناسيون، باسكو كاين توعيه ايور دونك المريض ولا سادير غير لي كا فريمون نيسيسيتي اللي راهم يجوا عندنا. قبل كورونا كانوا المرضى ناقصين، اي ماتنو دونك هذيك صار روبري عاودو يعني نخدمو، يعني فو كونتي واحد 15-20 مالاد باغ جور دي فوا اكثر. قضية الترحيب بالمرضى هنا او نيفو دو لا بوليك دو بير خادم، كتقول عندنا هدايا ماشي غير هدايا من عند المرضى، كاين بليزيور هدايا في لي كادر في لي هادو في لي بوكي دو فلور. الحمد لله انا قايم بالواجب كيما يقول لك. عادي عادي اوبليجي نو سوم سيرفيس دو لا بوبولاسيون، حنايا نو سوم ان سيرفيس بوبليك. لا لا بصراحه الحمد لله، سيرتو في المومو تاع الكوفيد هذا الحمد لله الكراسه برا، الاستقبال كيما راك تشوف هنايا، كل واحد بعيد على في بلاصتو، الوقايه راهي لازم النقا. لا الحمد لله.